مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقات التحضير لاختبار الجنسية الكندية. موضوع كتاب Discover Canada اللي حكينا عنه في الحلقتين الماضيتين الأسبوع الماضي، وحنكمل إن شاء الله معكم في عدة حلقات قبل ما نخلص هذا الكتاب وجميعكم تجتازوا اختبار الجنسية الكندية. بذكر أنه اللي عم بنسويه هو عبارة عن شرح للكتاب، ولكن لا يعني أنك ما تقرأ الكتاب ولا تطلع عليه، لأنه من أحد شروط الامتحان أنك تكون عارف بما في الكتاب من الـ A to Z، من بدايته إلى نهايته. عفوا شردقنا. خلينا نغوص في الكتاب ونبدأ ونكمل مع بعض عشان ما نضيع وقت. اليوم حنتكلم عن من نحن. هذه صفحة 10 بيبدأ يتكلم عن من هم الكنديين. مين الكندي؟ مين هو الكندي؟ طبعا هم في البداية بحكي لك إنه شوية عن كندا، بس كندا هي تعتبر خليني أعمل الهايلايت عشان تشوفوا معاي، الدولة الوحيدة اللي constitutional monarchy. هاي مهمة جدا تفهموها، constitutional monarchy in North America، يعني هي عبارة عن ملكية دستورية. constitutional monarchy معناها ملكية دستورية في شمال أمريكا. طبعا تعتمد على ثلاث أمور: peace السلام، order القانون، والgood governance يعني الحكومة الجيدة. كنا بنتذكر هذا التاريخ، وهذا مهم جدا. هذا التاريخ 1867 هو تاريخ بداية كندا أو إنشاء الفيدرالية الكندية. كيف تم إنشاء الفيدرالية الكندية؟ في شغلة اسمها The North America Then the British North America Act. هذا لازم تحفظوا هذا الاسم والتاريخ، اللي هو بداية إنشاء الفيدرالية الكندية سنة 1867 بشغلة اسمها أو بنص قانوني اسمه the British North America Act. طبعاً هون بحكي عن شغلة مهمة جداً، راح تسمعوها كتير في الخطابات وبكندا، اللي هو from sea to sea to sea، اللي هو الأول سي اللي بحدنا من الغرب Atlantic Ocean، من الشرق مش عارف شرق ولا غرب anyway الباسيفيك أوشن، ومن الشمال الأرتيك أوشن أو الأرتيك سيركل. خلينا عشان نفهم منهم الكنديين لازم نفهم ثلاث شغلات رئيسية. أول شغلة الأبوريجينالز السكان الأصليين، الفرنش الفرنسيين، والبريطانيين البريتش. هنحكي عنهم واحد واحد مالنا اليوم. الأبوريجينال بيبول، مين هم الأبوريجينال بيبول؟ الأبوريجينال بيبول هم السكان الأصليين لكندا، إجوا آلاف السنوات. يعتقد أنهم إجوا من آسيا على كندا، يمكن عن طريق المحيط المتجمد الشمالي، القطب الشمالي. المهم عاشوا هون وكانوا هم عايشين، كان عندهم ديانات خاصة فيهم، عندهم طريقة للتواصل مع الخالق، مع الطبيعة ومع البيئة. هاي الثلاث شغلات كانوا عندهم طريقتهم. طبعا في شغلة اسمها Aboriginal and Treaty Rights، هذه الحقوق تبعت Aboriginal People السكان الأصليين محفوظة في Canadian Constitution، في الدستور الكندي، وحكينا عنها المرة الماضية سنة 1982. صار في قرار لكندا أنها ترجع الدستور تبعها، وقررت الملكة إليزابيث، وهذا كان في أول شغلة اللي هو Charter of Rights and Freedom سنة 1982، أعطى الـ Aboriginal People حقوق خاصة فيهم. طبعاً أول شغلة هاي يعني ما توقع أنهم يسألوك عنها، سنة 1763 صارت مع الكينج جورج، عمل معاهدة مع السكان الأصليين. هنحكي شوية عن سوري يا جماعة، بس هذه بالحلقة الماضية. أيوة هون. للأسف إلى 1980 تقريبا الحكومة الكندية كانت تضع أبناء
الأوبريجينال بيبول في مدارس داخلية بسموها ريزيدنشال سكول. هاي الكلمة مهمة جدا، ريزيدنشال سكول، المدارس الداخلية، كانوا بيحاولوا انهم المبدأ منها انهم يساعدوهم انه يصيروا جزء من المجتمع الكندي المهم مينستريم، ويعلموهم الثقافة واللغة الكندية. بس للأسف في هاي المدارس صار في كتير اللي بسموها abuse، كان هذا physical ومنتال abuse، بحيث انهم كانوا يضربوا الاولاد، يعذبوهم، يحرقوهم، كان يضغطوا عليهم، ياخذوهم من اهلهم غصبا عنهم، ويحاولوا انهم ينسوهم اللغه تبعتهم والثقافه. زي ما انتم شايفين هون ممنوع كان اللغه تبعتهم والثقافه. لكن سنه 2008 الحكومه الكنديه اعلنت اعتذارها لهدول الطلاب رسميا. هذا التاريخ مهم جدا في تاريخ العلاقة بين الأبوريجينال بيبول والحكومة الفيدرالية. 2008 اعتذروا رسميا وقالوا انه هذا الشيء كان خطأ ولا يمكن العمل به. طيب عشان نفهم شو هم الأبوريجينال بيبول ونعرف معظمهم طبعا بيشتغل بالزراعة والصناعة والإنفيرومنتس والبزنس والآرت، لكن عشان نفهمهم لازم نقسم الأبوريجينال بيبول لثلاث أقسام. الأبوريجينال بيبول منقسموا ل Indian، أوكي هذه كلمة مهمة تعرفوها، اللي هم الهنود الحمر باللغة العربية. لكن هذه الكلمة أوكي اللي هي كل الأبوريجينال بيبول ما عدا هذول اثنين الإنويت والميتيس، هنحكي عنهم هلا. لكن سنة 1970 أو بالسبعينات، طبعا التاريخ هذا مش مهم كتير، اتغير هذا الاسم ل First Nations أو السكان الأصليين باللغة العربية First Nation، وصار هذا المتداول. يعني بتحكي عن هدول، ما حد هلأ بيحكي عنهم Indians لأنه يعني هم مش هنود، خطأ كان في التسمية فسموهم First Nation. معظم First Nation أكثر من نصفهم بعيشوا في شغلة اسمها Reserves. Reserves هاي الأراضي الخاصة فيهم، هي عبارة عن أماكن تجمعات اللي هم بيعيشوا فيها. في حوالي 600 ريزيرف في كندا، ومعظم السكان الأصليين أو الفيرست نيشن بيعيشوا فيها. الصفحة اللي بعدها، طيب حنرجع على هذا United in Diversities. طبعا هون هذا الجوفرنر جنرال اللي موجود صورته هون، اوكي هو ذا فيرست بارون ماز، اوكي هو كان الجوفرنر جنرال تبع كندا من 35 ل 40. الجوفرنر جنرال معنى الحاكم العام، طبعا هو ما كان من السكان الاصليين، بس حكى انه لازم احنا نضبط علاقتنا مع السكان الاصليين ونسويها نيشن تو نيشن او ناشونال كاركترز. المهم هذا طبعا حكاها في كنديان كلوب، هو كان ال15 رقم 15 جوفرنر جنرال، هاي مش مهمه كثير. طيب التانيين مين هم؟ الانويت. الانويت اللي هم معناها باللغه الانجليزيه ذا بيبل او الشعب، اوكي انويت. احنا بالعربي بنسميهم الاسكيمو، للاسف اللي هي اسكيمو معناها اكلي لحوم، اللحوم النية الغير مطبوخة، وهم طبعا ما بيحبوا هذا الاسم، وعشان هيك بحبوا انهم يتسموا بالانويت او the people السكان الاصليين. اسمهم عندهم لغة اسمها انكتويت لانجويج، اوكي بيعيشوا بالشمال معظمهم في مقاطعة في الشمال قريبين من القطب الشمالي. بيعرفوا طبعا معظم شغلهم اللي هو وايلد لايف، اللي هو الحياه البريه والبحر والصيد، وعايشين على هذا النوع، وطبعا عددهم قليل جدا. الميتيس اللي هو النوع الثالث من السكان الاصليين، اللي هم عباره عن ميكس معناها الاب او الام كان ابوريجينال والاخر كان يوروبيان اوروبي. يعني الاب بكون مثلا جاي من ايرلندا، والام بتكون ابوريجينال، او العكس
الأم جاي من فرنسا والأب أبوريجينال، هدول بسموهم ميتيس. وطبعا هدول معظمهم بيعيشوا في المقاطعات الوسط اللي في كندا، اللي هو مانيتوبا ساسكاتشوان وألبرتا، بسموهم باري بروفنسز، وبيحكوا انجليزي وفرنسي، وبعضهم حتى بيحكي اللغة تبعتهم الأصلية. هلا بين السكان الأصليين طبعا الرقم مختلف قديش عدد السكان الأصليين، في ناس بيحكوا حوالي 2 مليون، في مليون ونص، مش هندخل في هذا الموضوع، لكن 65% من السكان الأصليين First Nation، 30% ميتيس، و 4% إنويت. حكيت لكم الإنويت أقل إشي، أوكي؟ طيب نكمل الآن من هم الكنديين. في الانجليش والفرنش، الكنديان سوسايتي طبعا معروفه انه اجوا الاوروبيين معظمهم كانوا يا انجليز يا اما فرنسيين، وحطوا اقدامهم على هذه الارض وبدات يقولوا انه هاي الارض لهم. وصار طبعا في كندا عشان هيك الاوفيشال لانجويجز تبعت كندا اللي هي انجليزي وفرنسي. طبعا في حوالي 18 مليون شخص في كندا بيحكوا انجليزي، بسموهم انجلوفونز، 18 مليون شخص انجلوفون. هذا ما حيسالوك قديش الارقام لانها تغيرت من هذا الوقت لما عملوا الكتاب لحد هلا، هذا التقريبي يعني بيعطيك هذه لغتهم الام، اللغه الاصليه، اوكي. وفي حوالي 7 مليون بيحكوا فرنسي، إذا 18 مليون بيحكوا إنجليزي و7 مليون بيحكوا فرنسي، طب صاروا 25 مليون. يس، لأنه الباقي لغتهم الأم مش لا إنجليزي ولا فرنسي. أوكي. معظم الفرانكوفون معظمهم بيعيشوا في مقاطعة كيبيك. معظمهم بيعيشوا في مقاطعة كيبيك. في 1 مليون فرانكوفون يعني لغة الأم فرنسية بعيشوا في أنتاريو، وفي بعض أنتاريو ونيو برونزويك ومانيتوبا، يعني هذول الثلاث مقاطعات أكثر مقاطعات فيها فرانكوفون أو لا متحدثين باللغة الفرنسية بعد بروفنس أوف كيبيك. يعني أكثر يعني يمكن 5 مليون بعيشوا في كيبيك، مليون منهم بعيشوا بالثلاث مقاطعات هاي، ومليون باقي بعيش بباقي المقاطعات تقريبا. نيو برونزويك هي المقاطعة الوحيدة اللي اللغتين الإنجليزي والفرنسي هي اللغة الرسمية فيها، المقاطعة الوحيدة. بدي أرجع بس أذكر في الموضوع، حكينا الحكومة الفيدرالية القانون فيها بيحكي إنه اللغتين الإنجليزي والفرنسي متساويات، كل المقاطعات لا خلينا نحكي مقاطعة كيبيك اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية، مقاطعة نيو برونزويك اللغة الفرنسية والإنجليزية هي الرسمية، وباقي المقاطعات اللغة الإنجليزية هي الرسمية. واضح؟ طيب نرجع هون نحكي عن شغلة اسمها الأكاديانز. هاي يمكن تسمعوها الكلمة الأكاديانز، معظمهم فرنسيين اجوا وعاشوا في الماريتاين بروفنسز، هدول اللي هم نيو برونزويك ونوفا سكوشيا، وهذول الاربع مقاطع هنحكي عن هذا التفصيل. في الحرب اللي صارت 1750 ل 1763 اللي صارت بين بريطانيا وفرنسا، معظمهم اضطر انه يرجع لفرنسا، وهذه سموها لها اسم هذه الحركه او هذه العودة اللي هو Great Upheaval. والأكاديانز طبعا قدروا يحافظوا على الIdentity أو الخاصية تبعتهم، وظلهم محافظين على الكلتشر، الثقافة واللغة تبعتهم، ولحد هلأ موجودين في كندا في هذه المقاطعات، لكنهم طبعا قلوا كتير، هم بيعتبروا من المتحدثين باللغة الفرنسية. أكثر متحدثين باللغة الفرنسية اللي هم كيبيكر، أوكي، اللي هم أهل مقاطعة كيبيك، وهدول أكثر ناس متحدثين باللغة الفرنسية. وللعلم مدينة مونتريال تعتبر ثاني أكبر
مدينة في العالم تتحدث اللغة الفرنسية بعد مدينة باريس. معظم الكيبيكرز بيحكوا لغة فرنسية، طبعاً إجوا من زمان وعاشوا هون وبحافظوا على الثقافة تبعتهم واللغة. والبرلمان أو مجلس العموم الكندي اعتبر في 2006 كيبيكوا يعتبروا شعب داخل الشعب الكندي، أوكي؟ a nation within the United Canada، فاعتبروهم هم الشعب خاص فيهم، وهذا طبعا إشي مهم بالنسبة للكيبيكر أو أهل سكان كيبيك. في حوالي مليون كيبيكر بيحكي الإنجليزية، حكينا إحنا في مليون فرنسي أو متحدث باللغة الفرنسية كان لغة الأم موجود في كيبيك وأنتاريو ومانيتوبا، وبالعكس في حوالي مليون واحد بيحكي إنجليزي موجود في المقاطعة الفرنسية. معلش هذا حطول شوي عليكم. كيف نصير كندي؟ طبعا هون معلش حاطين لك هاي الجزء. طبعا عشان تصير كندي لازم انك تعرف انه صار عندنا احنا مشاكل كتير في كندا، وكندا تطورت من 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 او بنت نفسها من هذا الفكر انه الان احنا لازم نعيش مع بعض بدون حروب بدون مشاكل، نحترم آراء بعض ونحترم القانون الكندي. زي ما بحكوا لك عشان تصير كندي او انت جاي جديد على كندا لازم تعرف انه لازم احنا نحتضن بعض، نفهم بعض، ونعرف انه الديمقراطية والقانون هو الذي يحكم كندا. طيب يعني هذا اشي طبيعي. الان خلينا نحكي على الانجلوفون وننهي هذه الحلقة. الانجلوفون او المتحدثين باللغة الانجليزية معظمهم يجوا من بتكلموا طبعا من انجلاند وويلز وسكوتلاند وايرلند، هذول معظم اللي متحدثين باللغة الفرنسية الآباء تبعتهم، أوكي؟ وطبعاً عملوا زي مملكة لهم خاصة هون، وكانوا هم جزء كبير من الفاونديشن عشان نسوي كندا. وطبعاً كندا كانت معظم وقتها تابعة لبريطانيا، حتى إلى الآن هي تابعة للتاج البريطاني من دول الكومن ويلث. هذول بسموهم أنجلوفونز أو المتحدثين باللغة الإنجليزية. طبعا هون حاطين الإسماعيلي المسلم الإسماعيليين المسلمين هدول عاملين هذه هاي الصورة سوري في خلال يعني هاي الصور ما توقعناها مشكلة. diversity في كندا طبعا هذه نهاية الحلقة راح تكون معظم الكنديين مولودين في كندا born in the country ويجوا هون من زمان. however كندا تعتبر land of immigrants أو أرض المهاجرين ولأكثر من 200 سنة، وكثير من المهاجرين يجوا على هاي البلد. في هون عادات وتقاليد وثقافات كثيرة وحتى ديانات مختلفة، فهذا إشي طبيعي إنك تشوفه في كندا. معظم الناس اللي موجودين في كندا بيحكوا انجليزي او انجليش، بريطانيين الاب الجدود يعني، الناس الثانيين فرنش سكوتش ايرش جيرمان ايطاليان تشاينيز، في راح تلاقي كتير ابوريجينال يوكرانيان اوكرانيين داتش ساوث ايجين سكندينيفيانز، وطبعا هلا في عرب. من في السبعينات وما بعد معظم المهاجرين صاروا يجوا من الدول الآسيوية بشكل عام. هنا عن اللغات، أوكي، لكن كتير في ناس لحد الآن لغتهم الأم في المنزل مش الإنجليزي. اللغة الصينية تعتبر ثالث أو are the second most spoken at home، ثاني أكثر لغة محكية في كندا بالمنزل بعد الإنجليزي بأكبر مدينتين اللي هم فانكوفر، وأتوقع أنه كمان الآن تورونتو، ما بعرف تورونتو عندهم البنجابي كمان. 13% من سكان فانكوفر بيحكوا اللغة الصينية،
و7% بترونتو بيحكوا اللغة الصينية، فاللغة الصينية مشهورة. وهون طبعا الدين، خلينا نحكي عن الديان، معظم الكنديين بشكل عام هم مسيحيين، أكثرهم كاثوليك، وبعدين بيجي الديانات الثانية، في مسلمين، يهود، هندوس، سيخ، وفي طبعا هذا، بس في ناس كتير برضو ما عندهم ديانة، وهذه عم بتزيد الآن من الوقت لآخر. طيب خلينا نحكي عن الديانة، لازم نحترم ديانات الآخرين، لازم نحترم السوشيال ويلفير أو التجمع الناس مع بعض، الهارموني. وزي ما هون تسمعوا إنه الآن كندا أعطت حقوق للمثليين اللي هم الجاي والليزبيان، أعطتهم بعض الحقوق، والآن صار عندهم حقوق مساوية لحقوق الآخرين، وبيقدروا يتزوجوا وأشياء زي هيك، وهم متساويين تحت القانون حتى في الزواج زي ما حكيت. بشكل عام هذا بتكلم عن الكنديين ومين هم الكنديين، بس بدي أحكي عن هاي الصورة. هاي مهم جدا اسمها، أنا أعتقد جاني في الامتحان إذا مش متذكر من زمان، هو اسمها بدكم تحفظوه، هي من نوفا سكوشيا، وهي كانت بلاك لويالست. هنحكي مين هم البلاك لويالست في الـ في الـ في الـ في التاريخ. وهي هربت من العبودية وإجت على كندا، وصارت في 1780 تقريبا صارت هاي الحركة، وهي يعني مهمة جدا. فممكن يجي هذا السؤال. الحلقة القادمة حنبدأ في الهيستوري تبع كندا، اللي هي بكرة حلقة غدا، فتابعونا. نراكم في حلقة الله. فإذا عندكم أي أسئلة أو أي استفسارات عن الموضوع هذا، إن شاء الله بنكون معكم غدا، ونراكم على ألف خير. سلام عليكم.